تحية شكر وتقدير لكلية الهندسة وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية وللنقابة نقابة المهندسين بطرابلس اللي ساهمت برعاية هاللقاء وبالاستضافة كمان نحن نشكر هالاستضافة سعادة النقيب المهندس بسام زيادي وتحية أيضا لبلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء مع رئيسة المهندس الأستاذ أحمد قمر الدين والتحية الكبرى لهالصبايا والأساتذة الجامعيين وهالطلاب كمان بكلية الهندسة دكتورة روبا الدلاتي الأستاذة الباحثة دكتورة روبا الدلاتي بتعرفوها أكثر مني أستاذة وباحثة جامعية ولها الباع الطويل في مشروع النقل العام لمدن الفيحاء بالتعاون مع هالصبايا كمان مثل الدكتورة نيفين الأستاذة والباحثة الجامعية أيضا وأستاذة الماستر اللي كمان تم إنشاؤه مؤخرا بكلية الهندسة للسير والمرور يلي انبثق منه بتصور هالمشروع المبتكر أهلا وسهلا بالجميع أستاذ فادي فواز اللي كمان ضيف مميز بندوتنا لليلة مستشار شؤون التنموية لسعادة دولة الرئيس سعد الحريري يسعد مساك أستاذ فادي والصديق والأستاذ إبراهيم شحرور بيشرفنا نرجع نستضيفك للمرة الثانية ونرجع مرة ثانية من مسيك أستاذ بسام زيادي بداية أستاذ فادي نحن نعلم أن أزمة الازدحام في لبنان لم تعد أزمة أعصاب عند اللبناني في كل صباح عندما يتوجه إلى وظيفته أو إلى جامعته أو مهنته وإنما باتت أزمة اقتصادية بامتياز حسب ما نقرأ في تقارير البنك الدولي وكلفتها الاقتصادية اللي تراوحت ما بين 8-10% من الناتج المحلي كلفة الازدحام كما تشكل حوالي من 10-15% عم تستنزف كمان عملية النقل هالجعبة اللي بيقبضها هالمواطن اللبناني لآخر الشهر فمن ضمن هالمشاريع اللي مطروحة في الرؤية الاقتصادية والبرنامج الاستثماري للحكومة نجد أنه هالمشروع هيدا بيستاهل أنه يشوف النور مشروع النقل العام في مدن الفيحاء يلي نفذته كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية مركز الدراسات والأبحاث مع الأساتذة اللي ذكرنا أسماءهم دكتورة روبا دكتورة نيفين بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس والشمال وبالتعاون مع بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء فكيف نقرأ أو إذا أردنا أن نستشرف بصورة عامة رؤية الاقتصادية والتنموية للحكومة اللي بتخاطب بأهدافها أهداف ومبادئ أجندة 2030 كيف تقدم لنا لهذه الندوة تفضل أولا مسيكم بالخير وبشكركم لهالدعوة وبشكر دكتور بسام زيادي معالي الوزير وأنا يعني بحس حالي بين أهلي بطرابلس يعني أولا محبة طرابلس لدولة الرئيس حريري ومحبة طرابلس للجميع هي بتشدد على وجودنا هون بيناتكم بالنسبة للنقل العام والطرق بدك خلينا نحكي بالواقع من 2004 لليوم ما صار في مشروع تنموي بلبنان تغيرت الوزارات وصار في عنا مشاكل سياسية بامتياز من يعني ما لح ندخل فيها لأنه هو مش موضوع سياسي يعني بين عدة أمور يعني من 2004 البلد صار في أكيد كثافة سكانية بكل المناطق والزيادة عليها صار في النزوح السوري عم تحكي كان في 1,300,000 سيارة في زيادة عليها حوالي 500,000 سيارة سورية على الطرقات امبارح مثلا إحدى موضوع النقل كنا بالمطار ما بعرف إذا حدا شافنا كنا بالمطار قعدنا 5 ساعات المطار كمان قصة نقل كل العالم كلنا هون منسافر من مطار واحد هو مطار رفيق الحريري كل 12 دقيقة في سلوت يعني في طيارة طالعة أو طيارة نازلة كل شهر في 1,000,000 شخص عم بيسافر من المطار
أو مسافر أو راجع. المطار بس يعني كله استحدث لستة مليون راكب، اليوم في حوالي عشرة مليون راكب. شو الطرقات؟ بس نقطة واحدة عم نحكي عن النقل بس، يلي أنا بعتبر المطار أهم من أي شيء تاني، لأنه كلنا معنا إلا مطار واحد نسافر فيه. ما في، شوف قدي الواقع القليل من هون أهمية أنه نفتح المطارات أكيد التالي. هلأ نشوفها. نعم، هلأ بالنسبة للطرقات جينا نحن لحتى أقول لك شو عملنا بحكومة رئيس حريري وكيف اشتغلنا. جمعنا المشاريع الاستثمارية اللي موجودة، في حوالي 197 مشروع. نعم، من كل المناطق اللبنانية، من كل القطاعات، قطاع النقل، قطاع الكهرباء، قطاع الماء، قطاع النفايات، قطاع الاتصالات، قطاع الثقافة، كل القطاعات، كل مشاريع البنى التحتية كلها اشتغلنا، بس بنية تحتية ما اشتغلنا شيء تاني. نعم، لأنه آخر النهار إذا ما في بنية تحتية القطاع الخاص ما في يشتغل. نحن عنا قطاع الخاص شاطر، قطاع الخاص منتج ومبتكر بكل أنواع، مثل الأفضل، مثل الأشخاص كلها، بس هيدي مش مسؤوليتهم يأمنوا طريق، مش مسؤوليتهم يأمنوا كهرباء، مش مسؤوليتهم يأمنوا مياه مبتذلة، مش مياه مسؤوليتهم يأمنوا ماء، ولا خطوط هيك، ولا خطوط هيك. الدولة مفروض لحتى هو القطاع الخاص يقدر يشتغل بكل يعني انتاجية ونجاح بهذا الموضوع. نعم، عم برجع لك من 2004 ما صار في مشاريع استثمارية بالبنية التحتية. هيدي المشاريع الاستثمارية، يعني شبكة طرقاتنا بيتفاجأ واحد انه نحن ترتيبنا 120 بدول بين دول العالم. عم نرجع نحكي وزادوا السيارات ونزوع السيارات وكل زاد استهلاكها للبنية التحتية. بلشنا الندوة بإيجابية. خلينا نكفي بإيجابية. 197 مشروع انحطوا من هال 197 مشروع بكلفوا 17 مليار دولار. نعم، من هال 17 مليار دولار عندك 5.7 مليار دولار بس على قطاع النقل يلي انتو عم تحكوا فيه كله. نعم، قطاع النقل بيتمحور المطار، المرفأ، الطرقات، كل شيء هالشبكة يلي موصولة ببعضها. يعني حتى بدك تزيد الشخص من طرابلس بده يسافر بده ينزل على بيروت على المطار، ما في غير حل. نعم، عندك المرفأ هون، عندك مرفأ، هيدا كله قطاع النقل عطى 5.7 مليار من 17 مليار. هيدي أمور أساسية، يعني كل مشروع بحد ذاته مشروع أساسي، ما جينا جبنا مشاريع جديدة، حطينا كل المشاريع يلي من 2004 لليوم يلي ما تنفذت، يلي ما كان فيها تمويل، يلي كانت موجودة وحطيناهم كلهم واشتغلنا أكيد مع مجلس الماء والإعمار، والدكتور شحرور كان من الأساس يعني من الأساسيين المواكب هذا. لهيك قلنا له مواكب من 2000 مواكب. وجبنا استشاري دار الهندسة كبروجرام مانجر واشتغلنا عليه هذا المشروع يلي تكون ما سمي نتيجته بسادر. نعم، وهذا نجاح سادر بهذا الموضوع. هلأ الدولة اللبنانية رئيس حريري كان عنده حلين، أو هالمشاريع بيجي بيقول بدنا نتدين محليا بفائدة عالية وفي مشكلة تمويل أساسية بالبلد نقدر نعملها، أو مندرسها بشكل تقني وشكل مبرمج مع جهات دولية ومنجيب منها قروض ميسرة لسنوات. من هالمنطلق صار في نجاح بسادر أنه نعمل هالمشروع، اندرس، اجوا البنك الدولي، اجوا الجهات الدولية، قالوا هولي مشاريع أساسية، وتقسم هذا المشروع بشكل أنه قطاع النقل وقطاع الكهرباء وقطاع المي كل شيء، وتقسم كمان مناطقياً. ما هي حصة طرابلس لنكسب الوقت؟ ما هي حصة طرابلس والشمال من هال5.7 مليار بقطاع النقل؟ هلا نعم، هذا من هلا ال5.7 مقسومين على شقين، شيء على ليفل البلد يعني ناشونال ليفل بنسميه، يعني على القطاع الوطني. نعم، مثل المطار والمرفأ، مثل مرفأ طرابلس ما حاطينه بس لطرابلس، حاطينه على القطاع الوطني، يعني مرفأ طرابلس هو حتى أساسية وطني. ما بس لطرابلس، لكل الشمال ويمكن لسوريا والعراق وكل شيء. وأنا بتذكر يوم متى إحدى النقاط اللي كنت عم ندرسها أنه أقصر خط بين بغداد والبحر المتوسط هو مرفأ طرابلس، هي نقطة التلاقي أصلاً إقليمياً ودولياً. هيدي اندرست يومتها من زمان. نعم، يكون هالتلاقي من هون أطلق أستاذ دبوسي أنه طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية. نعم، من هالمنطلق اندرس كل هالمشاريع واندرسوا كل هول 197 مشروع
وموجودين يعني فيني سمي لك هون، واجا تمويل منهم من جهات قد يعني اكيد من البنك الدولي 4 مليار، بنك الاستثمار وبنك قطر وكل البنوك الجهات ساهمت الدوليه ساهمت بالموضوع. نعم. بس اللي اهم من هيدي النقطه في شغله اساسيه عملت بالحكومه كمان، انا بتمنى على الاشخاص اللي عملوا لنا البرزنتيشن يدرسوها، هي القانون الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. هيدا القانون معالي الوزير بيعرف صار له فوق 12 سنه. نحن رح نجي لهيدا الشق القانون الشراكي، بس حبينا نقدم لهي المشاريع. ما جاوبتني حصه طرابلس والشمال غير المرفق شو عنا؟ انا عندي اياهم ليستا واحد واحد، بدك اقول لك اياهم عددهم كلهم. لا بالمختصر ما في شيء مختصر لانه اهل طرابلس ما بيقبلوا بالمختصر قدام، مزبوط او لا؟ طيب نحن عنا، خلينا نحكي رح الحقك عليا هاي، خلينا نحكي نشوف استاذ ابراهيم يغششنا شوي. نحن بطرابلس ما في مختصر بطرابلس، ما عليك مزبوط عم بحكي ولا وبتمونوا. خلينا نشوف مع استاذ ابراهيم شحرور، طالما انه شق المواكبه والتنفيذ ومتابعه تمويل هاي المشاريع بمجلس الماء والاعمار، وهو اليد التنفيذيه فينا نقول لهالرؤيه الاقتصاديه والبرنامج الاستثماري. نحن شفنا اليوم هالصبايا وكليه الهندسه مع النقابه واتحاد البلديات ابتكروا مشروع، هيدا يعتبر مشروع ابتكاري. نحن بنعرف كمان بالمقابل مجلس الماء والإعمار والحكومة رجعت للخطة الوطنية للنقل مع أستاذ عبد الحفيظ القيسي واجتمعت لجنة الأشغال. أين مجلس الماء والإعمار اليوم أنه يقدر يعطينا صورة شوي بعيد عن العناوين الفضفاضة اللي بلشنا فيها على الأرض بمشاريع النقل العام، وكيف ممكن نحن نقدر نستفيد من هالمشروع اللي عم نحكي فيه بإننا نشبكه مع المرحلة الثانية لمشروع النقل العام في بيروت الكبرى اللي هي الخطوة الثانية بطرابلس. شكراً ست غادة، مساء الخير جميع. بدي أقول مقدمة بس أنه أنا حسيت بالفخر لأنه أنا خريج كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية، والمشروع اللي قدموه الدكتور تين والمهندسة مشروع مدروس بشكل جيد جداً، وهذا مفروض يكون دور مؤسسات الدولة مش دور الجامعة. الجامعة مفروض تواكب مش تقترح مشاريع، فأنا بهنيهم على العمل وبحس حالي جزء من هالفريق. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه قطاع النقل بشكل عام قطاع ضعيف بلبنان، يعني قطاع يفتقر إلى السياسات العامة إلى التبني الحكومي، وهناك عدة أسباب لذلك. أول سبب أنه هالقطاع ما بيبين تأثيره بالموازنة العامة، يعني لما يجي أصحاب القرار عم يدرسوا الموازنة للسنة الجاي بيشوفوا عنا عجز بالكهرباء 1.5 مليار، بيعتقدوا أنه الكهرباء أهم من قطاع النقل، لأنه قطاع النقل أثاره السلبية هي على المجتمع والاقتصاد وليست على المالية العامة. فإذن اللي عم يفكر بنظرة بس لسنة وسنتين لا يعير هذا القطاع بالبسيكولوجية تبعه، لا يعيره أهمية مثل القطاعات الأخرى. فأنا عم لك سبب ضعف هذا القطاع ليش نحن وصلنا لليوم أنه ما عندنا نقل عام بلبنان. هل في نقل عام حاليا بلبنان؟ هل في مشروع نقل عام يحتذى؟ لا، في فوضى وعفشيكة وفي نور حمراء وخط ماشي من هون وخط ماشي من هون، ما في شيء اسمه نقل، خدمة نقل عام في الدولة اللبنانية ولا بمدينة بلبنان في نقل عام ممكن يستحق هذا التوصيف. عم أفسر ليش نحن اليوم بال2018 ما عندنا نقل عام. عم أقول إنه قطاع النقل بشكل عام افتقر إلى التبني السياسي لعدة أسباب، وتاني سبب هو فشل التجارب السابقة. يعني لما يجي يعملوا مشروع يشتروا باصات ببيروت بعد سنتين تصير خردة الباصات، ويقولوا إنه الناس الشعب اللبناني ما بيركب بالنقل العام، شعب مرتب وزوات ما خرجوا نقل عام، خلينا نصرف النظر عن هالقطاع. هذه الجملة بتروح لك 10 سنين ما حدا بقى يهتم بهالقطاع، يعني بيحطوه على جنب. بينما هي لأنه النقل العام ما بيوصلك على الوقت. لا ما في نقل، هلا ما نمزح مع بعض، ما في نقل عام اليوم بلبنان يستحق هذا التوصيف. في وسائل نقل تاكسي وباصات وعم تدبر حال الناس، بس ما في خدمة نقل عام يعني تحترم الوقت ومثل المشروع اللي قدموه الدكاترة اليوم. فالمشروع اللي تقدم اليوم هو صرخة كبيرة إنه لازم الدولة اللبنانية تبلش تستثمر بالنقل العام. ورح أقول ليش. اللي قالوا نستفاد الـ5.7 مليار فيهم بس 0.7 للنقل العام، وهي خطوة جيدة.
لأنه المشاريع النقل بلبنان غير النقل العام أصبحت مكلفة جداً جداً بسبب الاستملاكات وصعوبة الطبيعة اللبنانية وحفر أنفاق وجسور، أصبحت مكلفة جداً والدولة أصبحت عاجزة أن تأمن استملاكات الأراضي اللازمة. لأنه المصادر التمويل الدولية لا تمول استملاكات، وأكبر مثل بيعرفه معالي الوزير هو أوتوستراد طرابلس الشرقي، صاروا التمويل مأمن من سنين ولليوم الدولة ما أمنت لنا حصتها من الاستملاكات لنبدأ بتنفيذه، وهلأ مهدد القرض بالإلغاء بسبب هالاستملاك. حتى نقدر نفصل للمشاهد اللي هو بعيد عن اللي ما شاف البرزنتيشن وبعيد عن الموضوع، فيما يتعلق بخطة النقل العام اللي هلأ حضرتك تفضلت أنه كل هالمرحلة ما كان عندنا خطة نقل عام، بس هاي المرحلة اتخذ القرار بضرورة وضع مخطط على مستوى لبنان كنقل عام. هل يمكن نحن اللي عم نقول إذا في مجال تحطنا بهالخطة، وهل يمكن أن تلعب دور أو يلعب دور هالمشروع اللي طرحناه اليوم بأن يكون جزء من هذه الخطة لما بتتشكل بالمرحلة الثانية باتجاه طرابلس؟ أنا اللي حاولت أقوله أنه الموضوع حتى المشروع اللي قدموه الصبايا اقتصر على الشق التقني، يعني كل شيء قدموه هو شق فني. نعم. فشل مشاريع النقل العام منه فني، منه بسبب فنيتها، احترامي للجهد الكبير اللي عملوه. نعم. سبب هو مؤسساتيا وماليا واقتصاديا. أسهل شيء بمشروع النقل العام هو الشق الفني البسيط، كيف والطرقات والخطوط، هذه أي خبير بيقدر يحطها. السبب الفشل والسبب اللي ممكن يكون فشل المستقبل، مش مهم وضعنا خطة، أنا أعمل المهم التبني السياسي لهالقطاع الفرعي تبع النقل العام، يعتبروا أصحاب القرار أنه أصبح خيار أساسي يجب أن يستثمر فيه. كل الأشياء الثانية بتتبع. الوضع المؤسسي هو كتير كتير مهم، مين بيدير هالمشروع، مين بيشتري الباصات، مين بيشغلها، هل مؤسسة النقل المشترك اللي عندنا بلبنان المركزية قادرة تدير مشروع بطرابلس ومشروع بزحلي ومشروع ببيروت، هل اتحاد البلديات له دور، ما دور القطاع الخاص بموضوع التمويل، ما دور التشغيل، كيف استرداد الكلفة، من سيدعم هذا القطاع في حال يعني كان غير مجدي اقتصاديا. كل الدول تدعم قطاع النقل العام، في سبسيدي، مش كل قطاع النقل العام بيربح مصاري، الدولة بتدعمه لأنه بيأثر على الاقتصاد. هل هذه القرارات السياسية متخذة؟ هذا السؤال الكبير. من الموضوع موضوع فني وعملنا مشروع ورسمنا خطوط، موضوع سياسي بامتياز يتعلق بالسياسات العامة باستعداد أصحاب القرار للاستثمار في هذا القطاع الفرعي اللي هو قطاع النقل العام بتغيير وجهة الاستثمارات العامة، نقل المليارات. أنا كنت باسطنبول من شهرين، سألت بلدية اسطنبول الكبرى عن موازنتهم، تبين لي أنه 75% من موازنتهم هي لقطاع النقل، 75% من اسطنبول، يعني مليارات مليارات الدولارات صرفت يعني في اسطنبول. نحن إذا بتشوف قدي عم نصرف على النقل العام كاستثمارات بيطلع 0.0 شيء حتى من قطاع النقل نفسه. فأنا اللي عبقوله أنه هذا الموضوع قرار سياسي بامتياز بده يترجم بالموازنة بالسياسات. هلأ مشروع سادر حط 700 مليون دولار لقطاع النقل العام، وحط كمان مشاريع بالمناطق من ضمن المشاريع المدينية، من ضمن مشاريع صغيرة للبلدات، يعني فينا نحكي عن مليار دولار متوفرين لقطاع النقل العام، لازم نستفيد منهم بس نواكبهم بسياسات التشغيلية المؤسسية دور القطاع الخاص. لأنه إذا أجا ممول ومول شراء الباصات وفل، مين صاحب المشروع، مين مسؤول عن استدامته؟ هودي الأسئلة الكبرى اللي ما حدا بيحل لك إياهن. هودي مش شغلة الممولين، هودي شغلة الدولة اللبنانية. مثل ما قلنا قرار سياسي بامتياز. دكتورة روبا، مثل ما شفنا أنه في عدة تساؤلات حول المشروع. إذا نحن مجرد ما فكرنا بمشروع، مفروض نحن نكون فكرنا بهالأسئلة كلها وين أجوبتها. كيف لما فكرتي بهالمشروع هون، إلى أي مدى خاطب تفكيرك وأهدافك بهالمشروع هالتساؤلات اللي طرحها أستاذ إبراهيم، تنشوف مدى إمكانية تنفيذه على الأرض؟ تساؤلاته بمحلة، أنه نحن عملناه من ناحية الفنية التقنية صحيح، بس نحن عملناه مثل ما قلنا بفترة زمنية ضيقة اللي هي سنتين، وفعلا إذا بتلاحظ أنه عمل جبار انعمل بخلال هذه الفترة الزمنية. هلأ فينا نرجع نستكمله لدراسة التأثير على الاقتصاد، بس نحن عنا فكرة، يعني قبل ما نستكمله أنه لابد يكون تشكيل فريق جديد وناس متخصصين بالمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيره، لا ما بيكفي الفريق نفسه لإكمال هذا المشروع.
وقبل استكماله لابد من انه نشوف نحن ردد الفعل عندكم مثلا مجلس السماء او الاعمار وزاره الاشغال اذا الرئيس الحريري يعني من يتبنى هذا المشروع. وفعلا هلا بنشوف شبور رئيس البلديه لانه في مبادره لتبني هذا المشروع اقله لاعتماده كريفرنس يعني مرجع مثل ما نحن اعتمدنا جايكا ريفرنس نعتبره موجود ونستكمل، كمان في مين حيعتمدوا مرجع وحيستكملوا. إذن لابد من استكماله، فبدل ما نستكمله نحن كمهندسين بالأساس أو باحثين بمجال الهندسة، إنه الأفضل المتخصصين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يستكملوا. لكن الفكرة اللي عنا بأنه لابد إما يكون مشروع تتبنى شركة خاصة بالكامل أو يكون بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يمكن هو الأمثل. هلا بالنسبه للتاثير على الاقتصاد وعلى الاجتماع، انا دائما الاقتصاد والاجتماع بيكونوا مرتبطين نوعا ما، يعني الجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه من المشروع نحن عم جدوى اقتصاديه او التاثر اذا بديك على على التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، التاثير ان كان ايجابي ولا سلبي. الفكره بانه مثل اي بلد اوروبي او بلد متطور لما بيكون في وسائل نقل عام طبعا بيكون في دراسه مثل ما شفنا نحن لعدد الباصات وبالتالي قديش عدد السائقين، ودائما بيكون في سائقين بدلاء في حال حدا مرض او غيره، بالاضافه للاداريين، بالاضافه للمراقبين، بالاضافه للصيانه، بالاضافه للمهندسين اللي بيشغلوا الالات، بالاضافه للموظفين اللي بيقطعوا التيكت، بالاضافه للكيوسكات اللي بتكون مترافقه لوجود الأماكن محطات توقف الباصات. فإذا في عندك فريق عمل ضخم ليس فقط للسائقين العموميين، إما هذا مشروع حيخلق فرص عمل بعدة مجالات، وبالتالي يعني كنظرة نحن أكيد منتوقع أنه حيخلق فرص عمل جديدة وحيتم انتقال من سائقين أجرة يعني متنقلين عشوائيين لموظفين مع تأمين الضمان الاجتماعي لهم، وبالتالي حيتمنوا أنه يفوتوا بهذا القطاع. يعني هاي المساهمة الاجتماعية، ولكن إذا بدي أشوف قبل أن أنتقل للبلدية ودور البلدية، إذا بدي أشوف على الأرض لما طرحتوا هالمشروع هيدا، طبعا طرحتوه مع مجتمع مدني ومع قطاع خاص ومع البلدية، كيف كان الصدى لهالمشروع وكيف لقيتوا قرع المواطن بطرابلس ومدن الفيحاء أهمية هذا المشروع؟ نحن سبق وذكرت شوي بالبرزنتيشن أنه بلبنان ما في عنا معايير لبنانية لحتى نطبقها للدراسات اللي لها علاقة بالنقل. فقبل ما نقول رح نيجي نعتمد على المعايير الأمريكية اللي منطبقها عادة بحيالة مشاريع النقل بلبنان، نقل المشترك كان في تساؤلات قبل ما نجي نطبقها، أنه بأمريكا في ثقافة للمجتمع للناس تختلف عن ثقافة بلبنان، فهل المواطن اللبناني وطرابلسي مستعد أنه مثلا يمشي نفس المسافة اللي بيمشيها مواطن أمريكي تياخد محطة الباص؟ هون رجعنا لكلام أستاذ إبراهيم أنه اللبناني يمكن صعب عليه يطلع بالنقل المشترك برستيج وما بيسمح. هذه كذبة، هذه كذبة، لأنه اللبناني بباريس بيركب بالمترو والرؤار حد السكرجي لأنه منظم. لا هذه كذبة، اسمحي، نحن مش مختلفين عن ولا شعب بالعالم، نحن شعب عادي جدا وبيخذين فكرة أنه نحن شعب مميز، هاي لازم نخلص منها الفكرة. نعم. بالاستطلاع الرأي اللي عملناه، أول استطلاع للرأي، طلع فعلاً أنه في 86% من اللي سألناهم مستعدين أنه يستخدموا الباص لما يصير في عنا شبكة للنقل العام، وهذا الشيء مهم لأنه أنت قبل بدك تشوفي أنه هالناس عندهم قبول لأنك أنت تستثمري بهذا المجال أو لا. وثانياً طلع أنه 70% مستعدين يمشوا لحديد 15 دقيقة تيوصلوا للمحطة الباص. نحن أكيد أخذنا رقم أقل، يعني نحن يعني متلف العالم انه يكون في نقل عام تخفف الكلفه عليها وتخفف الازدحام بالتالي. اكيد المنطقة. وطلع الرقم يعني هني مستعدين يمشوا 15 دقيقه، هي مثل المعايير الامريكيه يعني منا شيء بعيد عنه. فمن هون لكن كملنا طبقنا المعايير الامريكيه بعد ما تاكدنا مثل ما عم اقول من هالبارامترز انه قادرين احنا نطبقهم. وطلع عنا كمان بالاستطلاع الثاني، الاستطلاع الثاني اللي عملناه هو كرمال نعرف المصدر والوجهة للمستخدمين نقل العام. كيف توجهوا خطوط طبعاً التحرك؟ لأنه لحتى نحن نعمل شبكة ناجحة لازم هالشبكة تأمن خدمة لا تقل عن الخدمة اللي مؤمنة حالياً من السيارات الأجرة رغم عشوائيتهم والتلوث اللي عم يعملوه وإلى آخره. أستاذ أحمد،
فيما يتعلق برؤية البلدية، يعني هون عم نرجع نفوت شوي بتفاصيل الناحية الفنية لحتى نشوف إذا هالنواحي اللي استكملت فنيا وتقنيا بتكون فعلا مقبولة وبتكون نقطة جاذبة مع أستاذ فادي وأستاذ إبراهيم للاستثمار من قبل القطاع الخاص بقانون الشراكة. أستاذ أحمد حطيته خطة 2020 ومن أولوياتها يعني كمان قطاع النقل العام، هل تجد أنه هذا المشروع المطروح اليوم مشروع النقل العام في مدن الفيحاء يعني فشل لك خلقك وفعلا رح يأمن خطة نقل عام ما تخفف الازدحام وتحل حاجات المواطن بما أنه الخطة ما تنفذت بعد عندك بمخططك الأساسي؟ صراحة نحن كبلدية منهتم كتير بموضوع السير وتخفيف عبء الازدحام السير على مواطنينا، لأنه هيدا طبعاً بيأثر على اقتصاد المدينة وبيأثر على الحركة الاقتصادية بالمدينة، لذلك نحن حريصين جداً أنه نلاقي حلول لهالموضوع. وطبعاً النقل المشترك هو أحد الحلول اللي بتخفف من هالأزمة هيدي. هلأ دراسة اللي عملتها جايكا هي فيها كانت مبنية على 3 مشاريع أو الأرض كم تبعها كانوا 3 مشاريع: النقل العام ومحطة القطار والحزام الشرقي والغربي، يلي نحن هلأ بصراحة يعني أهم طرقات بالنسبة لنا بطرابلس لتخفف عنا عبء هجرة السير هو الانتهاء من خليني أقول الحزام الغربي يلي هو تقريبا صار قاطع طرابلس ناصل على البداوي بحيخلص، والحزام الشرقي يلي هلأ نحن مضطرين له كتير واللي تفضل الحكاية لأستاذ إبراهيم يلي هو ناقصه بعض الاستملاكات يمكن 30 مليون دولار أو شيء، وهذا صار في حاجة عليه كتير هلأ بسبب نقل كلية الهندسة وكلية العلوم للمام ميشيل، هذا بده يسبب ضغط كبير على الطريق يعني نقل نقاط الضغط لمنطقة نقلت على البحصاص هلأ صراحة، وحيكون في عنا أزمة خاصة أنه اليوم معظم المدارس صارت بالكورة يعني حتى المدارس مش بس الجامعة، فيعني نحن بنعول كثير على هذا المشروع انه ينتهي باسرع وقت ان شاء الله. موضوع الفرق طبعا هذا امكانيه تطبيقه وتنفيذه هذا بيساعدنا كثير، بس انا كمان يعني لما شفنا المشروع اللي كانت هيك بجلسه خاصه كمان بالنقابه هون شرحت لنا المهندسه قمر عن المشروع والخط اللي هي عملته من المينا لطرابلس، الحقيقه كان مقنع جدا ونحن كنا مقتنعين وناطرين إسا نقعد معهم كم قاعدة لا يمكن ننفذه على مستوى البلدية على يعني مستوى محلي نتبناه ونعمله كتجربة وإن شاء الله بينجح معنا ومنه مننطلق. منشجع هيك القطاع العام على تبني السياسي، بس خلينا نشوف. أنا شايف أستاذ بسام مكتف وناطر دوره. أستاذ بسام كنت شريك إذا صح التعبير بهذا المشروع، فإلى أي مدى بتلاقي هالمشروع هيدا استكمل النواحي التقنية والفنية وممكن يشكل نقطة جذب لاستثمار من قطاع خاص ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير حركة تجارية سرعة التنقلات، وخاصة أي مشروع تنموي بده حركة نقل سريعة ومنضبطة؟ صحيح. بالبداية خليني رحب بالجميع بقلب بيتهم وسني أول شيء مثل على الكلام اللي تفضل فيه الدكتور إبراهيم على البحث العلمي اللي هو إجا من الجامعة اللبنانية، حقيقة هو صحيح بحث علمي بس دراسة مفصلة وراحت بالأمور التقنية. هلأ الشق الثاني عم بتفضل سيد إبراهيم وقال عنا، بس إحنا بالحاجة لخطة موجودة بطرابلس لأنه الأزمة اللي نحن وصلنا لها صارت متفاقمة. نعم. نحن وصلنا لمرحلة أنه عم تكلفنا أزمة السير مليارين دولار، نحن وصلنا لمرحلة صارت أزمة السير عم تستهلك أكثر من سلس وقود اللي هي عم تنحط بقلب السيارات وعم تتحول كلياتها سوا لنوع من التلوث وبتنعكس على الصحة. صحيح صحيح. نحن نعرف أنه غياب الفترة يلي هي بلشت من الحرب اللبنانية من عام 74 للتسعين هي أثرت على جميع السياسات، بس نحن هلأ فينا نجي نقول أنه
15% بس من طرقاتنا هي صالحة أو بحالة جيدة أو تستكمل المعايير. 50% هي متوسطة، بينما 35% هي سيئة جدا. نعم. وهيدي أكبر مشكلة حما تعملنا إياها بأزمة السير. يعني أنت بتلاقي هيدا المشروع ممكن فيما لو تبنته، تبنت جزء البلدية شقفة صغيرة منه، فيما لو تبنيه القطاع الخاص أو دخلنا بقانون الشراكة كبلدية وممكن يندعم شوي من الأموال المصروفة لقطاع النقل العام، ممكن بالتعاون مع مجلس الأمناء والإعمار ممكن يحل أزمة ويحرك عجلة اقتصادية في طرابلس. هل بيستكمل هالمعايير؟ لا شك فيها. نحن بنقول هالبحث العلمي لازم يكون هو انطلاقة، ولازم يكون هي معلومات قيمة جدا تنحط بأي انطلاقة لأي مشروع، بس لازم نبتدي من مطرح معين. نعم. أستاذ فادي، معك تعليمات ومن قلبك مش بحاجة للتعليمات، تدعم أي عمل تنموي لطرابلس والشمال، لأنه أثبتت كل الدراسات إنها المنطقة التي يوجد فيها طبقة الأكثر فقراً. فإذا نحن بحاجة لقرار سياسي أثنى، عندنا واسطة أثنى عليها فنياً وتقنياً ورتك هلأ فيها، وعندنا جزء من المبالغ رصد لقطاع النقل العام، إذا بدنا نبدأ من محل مثل ما قال أستاذ بسام، هل منقدر نبدأ من هكذا مشروع وإنه نحوله نموذج للمناطق النائية من البقاع للجنوب لغيرها من هالمناطق، بحيث نشبك هالمناطق النائية من جهة ببعض ومن جهة تانية نشبكها بمسارات الخطوط السريعة؟ هل في إمكانية؟ أكيد في إمكانية. نعم. وأهم شيء نعرف كيف نشتغل على هالإمكانية. أنا ما فيني أتكل على القطاع العام حالياً ينفذ هالمشروع، خلينا نكون صريحين، ولا البلدية ولا وزارة الأشغال ولا مصر المياه والأعمار. أنا بقترح هيك مشروع تعولوا على القطاع الخاص. نعم. وبما أنه هيدا القانون الشراكة هو قانون أحسن قانون عمل هلأ بخلال الحكومة الماضية، أنا بعتبر يلي صارنا زمان من طالب فيه، يلي صارنا فوق 12 سنة مع الوزير، 2006 عم نطالب فيه، لازم تستفيدوا من خبرة القطاع الخاص بهذا الموضوع. وفي مكتب ل يعني استاذ زياد حايك برئاسة مجلس وزراء، كمان مجلس أعلى للخاص خاصة، قرار سياسي عند رئيس حريري، يلي أنت بلشت مقدمة أنه رئيس حريري كل شيء لطرابلس بيعتبره أساس وبيعتبروا يعني ما بده مناقشة هذا الموضوع أنه كل شيء طرابلس أساس. أعتقد هيك مشروع مثل ما هلأ في مشروع لمرفق طرابلس أنه يروح مع القطاع الخاص، لأنه انطلب من وزير الأشغال أنه في شركة سينية وبدها توسع، وإجا وزير الأشغال قال له للرئيس حريري أنه نحن ما عنا تمويل حتى نوسع وفي شركة صينية موجودة وكيف، قال له ما بده شيء. نفس الشيء هلأ بالمدينة الاقتصادية مع دكتورة ريا الحسن، القطاع كمان الخاص. القطاع الخاص والمرفق هلأ الشركة الصينية عندها تمويل معين وبدها توسع بدها توسع المرفق، وإجوا عند الرئيس حريري وزير الأشغال قال له ما بده شيء، القطاع الخاص بيجي بيعمل مباشرة يعني بيعمل نيغوشيشن وبيعمل يعني دراسة مع الشركة الصينية أو غيرها، وبيسمح أنه بين وزارة الأشغال والشركة يصير في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بس عم تعطي ثلاث أمثال. عم تعطي مثل مرفق هون اللي عم يشتغل على القطاع الخاص، عم تعطي مرفق المنطقة الاقتصادية، عم تعطي مشروع تاني كمان اليوم الصبح كنا عم نشتغل فيه مع المهندسين كلهم، هو الخط يلي أساسي لطرابلس أنا بعتقده، هو الأدو يلي من بيروت للكازينو لمنطقة كذا يلي كان عم يشتغل عليه عدة الألترنتيف الA1 وA2 كمان بالقطاع الخاص. مشروعكم مثل ما تفضل دكتور إبراهيم أكيد الله يعطيكم العافية اندرس بكل جهد، وبهنيكم على هالدراسة، أنه أنا مهندس وشفت التقنيات يلي اندرست والفاليو انجينيرينج والترافيك اسسمنت وكل شيء، بهنيكم بكل شيء. بس انا بقترح على البلديه تشارك مع القطاع الخاص بهذا الموضوع، نحن مستعدين نساعد باي شيء. يعني عندنا القرار السياسي، عندنا مجلس الماء والاعمار، دكتور ابراهيم بدنا نستكمل معك،
حابي شوي ناخد فكرة عن خطة النقل العام في بيروت الكبرى يلي رح تكون مكملة لنوصل على خط الكازينو مثل ما قلنا واللي هو أساسي لطرابلس. إذا فيك تحطنا شوي بتفاصيلها لنشوف متى ممكن نحن نقدر نستكمل الفيز 2 منها يلي هو حيشمل منطقة طرابلس والشمال. هو مش فيز 2، هو المشروع الأول يلي أوافق عليه مجلس وزراء وتقدم تمويل 250 مليون دولار من البنك الدولي، هو خطة النقل العام لبيروت الكبرى. نعم. يلي بتتألف من خطوط النقل داخل بيروت الكبرى زائد معالجة المدخل الشمالي لبيروت بواسطة شيء اسمه البي آر تي، يعني باس رابيد ترانزيت، يعني هو عبارة عن خط تاخد جزء من الأوتوروت الشمالي وبيكون هالجزء هيدا مخصص للباص، يعني ممنوع يفوتوا على السيارات، مسكر بس للباص. إذا حدا شايف بإسطنبول بطهران بالمدن الكبرى، هذا الخط يلي بيكون بيركب الراكب بيروح بالباص مسكر وعجقة السير على يمينه وعشماله. هذا المشروع بيوصل البي آر تي لطبرجة، ونحن بنعتقد من بعد طبرجة ممكن هالباص يكفي على الطريق العادية ليوصل لطرابلس. فأنا بعتقد خطة النقل اللي عم نشتغل عليها لبيروت الكبرى أول المستفيدين منها حيكون شمال لبنان. متى يعني رح نبدأ فيها؟ هلأ ناطرين إقراره من المجلس النيابي، بس بلشنا بالدراسات، خلصنا دراسة الجدوى، خلصنا دراسة الأثر البيئي، اليوم هنطلق الدراسات التفصيلية. يعني مفروض سنة الجاي يعلن عن مناقصة للمشروع. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة لبيروت الكبرى، وبرأيي كمان له تأثير على الشق الشمالي من لبنان، لأنه هلأ المواطن إذا بيركب بالأوتوبيس من بيروت وبده ساعتين ليوصل على طرابلس ما يعتبر خدمة جيدة، بينما إذا 40 دقيقة بيوصل من طرابلس من بيروت لطرابلس وبالعكس بصير ممكن عدد كبير من الركاب ينتقلوا لهالخدمة. المشروع الثاني اللي هو داخل طرابلس مهتم فيه البنك الأوروبي للتثمير، وأنا من 10 أيام كنت بلوكسمبورغ وهني فتحوا الموضوع انه نحن حنستكمل ومقتنعين جدا بجدوى مشروع النقل العام. ما بعرف اذا هني مطلعين على دراسه الجامعه، هي رح تكون هيدي الدراسه، هني فتحوا الموضوع انه هني كثير شافوا انه هذا المشروع بيستحق تمويل من البنك الاوروبي وجايين بعثه خصوصيه لحتى يمولوا هالمشروع على غرار ما البنك الدولي مول مشروع بيروت الكبرى. بهالحالة بده يصير كمان بعهدة مجلس مول الأعمار وصار جزء من المشروع المتكامل. أكيد. يعني مستعدين نتعاون مع الجامعة اللبنانية كونها هي اللي بلشت بفكرة المشروع. دكتورة ربا، فينا نقول مبروك هون قبل ما أرجع للدكتورة نيفين لأنه هي المسؤولة بهيدي، بدي تابع معها أنا تنكون مسك الختام إنه حنعمل هنيها بدون ما أعرفها لأنه أقنعتهم قبل ما نحن نحكي معهم. هني فتحوا الموضوع قالوا طرابلس النقل العام هيدا بالنسبة للبنك الأوروبي أولوية، أنتم مش مركزين كتير بسادر عن النقل العام، بس نحن طرابلس النقل العام نعتبره من أول مشاريع البنك الأوروبي. نعم دكتورة ربا، يعني هالشهادة عيونك عم تضحك عليها ومبسوطة بعد كل هالتعب اللي تعبناه، بس أنا بالنسبة وحضرتك عم تعملي هالبرزنتيشن اللي رح نحاول كمان نشرك فيها المشاهدين معنا بإننا ناخد مقتطفات منها خلال الندوة، استوقفني موضوع ما هو نظام المعلومات الجغرافي وأهميته بالدراسات التنموية يلي كنت عم بتفصليها بهالطريقة لحتى نفرجي بس المشاهد قدي أهمية هالمشروع وقدي فتوا بتفاصيل واشتغلتوا عليه لحتى يكون فعلا مشروع يتبنى الكل ونساهم بجذب المستثمرين لإله. بس حبي بس نوه بالموضوع اللي هو التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، بظن رح نكون فيه مع الدكتورة نيفين التفصيل، بس لأنه هي بصفة مستشارة رئيس البلدية وكمان بنفس الوقت هي باحثة بالمشروع فكانت عن جد عم تجاهد لإقناعهم بالمشروع. رح ناخد معا بس هو هي حاطرت لعملت مقدمة عن الموضوع لأنه قلتي انبسطنا فعم أبدي فرحي بالموضوع. هلأ بالنسبة لنظام المعلومات الجغرافي هو بالإنجليش GIS اختصاره Geographic Information System، هو إذا نظام معلوماتي يأخذ المعلومات من الأقمار الصناعية، وإذا هالمعلومات هي عبارة عن صور تتحول لخرائط. هالخرائط مثل ما لاحظتوا مجرد ما تكون موجودة نحن بنقدر ندخل عليها كل المعلومات
ودخلتوا الداتا كل كمان. الداتا يلي بتطلع من المسح من استطلاع رأي واللي بتنجاب من خلال الأقمار الصناعية بتتقسم عليها بالإضافة يعني بتقدري تعملي تحليل بيساعد كتير تقدري تعملي تحليل وبنفس الوقت تعملي دراسة لتطبيق بعض المواصفات يعني مثلا كل الخطوط اللي اقترحناها عملي لها دراسة سريعة عن عرض الطريق من خلال تطبيق نظام المعلومات الجغرافي طبعا يبقى التطبيق والتأكد من كل خط مع استعمال الأوتوران أو الأوتوتور عفوا اللي استعملته المهندس أمر وغيره أهمية توزيع المحطات اللي عملتوها هل يعني شفت أنا أنه لاحظت مرقتوا على المحطات اللي ممكن تحطوا عليها هالكيوسك ل تيستنى هالراكب الباص أو شيء وتحطوا هالأمتن البرنامج وغيرها قدي بتلاقي أنه نحن لكم محطة بحاجة كنتوا خلال هالدراسة هاي لأن فعلا تربط طرابلس ومدن الفيحاء ببعضها وبسرعة مثل ما كان عم يتفضل أستاذ إبراهيم أنه مفروض السرعة كمان والتوقيت يكون منضبط أكيد هلأ نحن عملنا مثل واحد اتأكدنا منه من خلال خط رئيسي حكينا عنه بينطلق من المينا مروراً بالضم والفرز وصولاً لأبو سمرة وبيرجع طبعاً ذهاباً وإياباً خطوط التانية اقترحناها مثل ما قلنا بناء على كل الدراسات والتطبيق الجي آي إس كمان نفس الشيء هلأ بدي أقوله بأنه تم تفريغ الوسط من محطات التوقف لسيارات الأجرة اللي كانت موجودة بهالطريقة يعني لما عم أقول انطلاقة من المينا يعني هيدا الخط بينطلق من المينا بيوصل لأبو سمرة أو بينطلق من أبو سمرة بيوصل على المينا بابا يعني خففته من قلب 100% المدينة صارت بقلب المدينة هي للخدمة فقط يعني بينزل راكب بيطلع راكب أو عدد من الركاب فقط يعني ممكن يكون عبارة عن باصين أو ثلاثة بيخدموا هيدي المنطقة لكن الشخص بيطلع بهالباص ممكن يغير توجهه بمنطقة تانية ليأخذ طيب شو عملتوا بكلمتين قبل ما انتقل للدكتورة نيفين شو عملتوا بالنسبة لهالسيارات والباصات اللي كلنا بنعرف يعني شي نمرة لبنانية مش لبنانية عشوائي شو عملتوا فيها هيدا وين حتروح تطبيق القوانين هذا دائما لازم يكون مترافق بدها قرار سياسي او بدها قرار سياسي قرار بلديه بيقدر لحاله احمد فينا كبلديه نضبطه والله هذا قرار سياسي وعسكري سياسي وعسكري هذا اصلا بيتطلب انه الدوله تقدر تفرض القانون او قوى الامن الداخلي يقدروا يفرضوا نظام السير اقليمي دولي دكتورة نيفين سبقوكم وعم يشتغلوا لكم على الموضوع وانتم بلبنان شو بتخبرينا قديه ممكن في امكانيه يتنفذ هالمشروع بهالبادجت اللي ممكن يقدمها البنك الاوروبي للاستثمار او بحاجه بيرجع لقسم ثاني من قطاع خاص صراحه من كام شهر بلشت وزاره الاشغال بالتعاون مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تشتغل على موضوع النقل المشترك أو النقل العام بلبنان فبيجي من مصلحة سكك الحديد على طرابلس ومنلتقى ببلدية طرابلس وبيقولوا لنا أنه هن حابين يشتغلوا على النقل العام منحب هيدا الشيء فوقتها دغري حكينا وأنا كنت طبعا موجودة أنه في دراسة عم تقوم فيها كلية الهندسة كنا بآخر فترة الدراسة عن النقل العام فرحبوا بالفكرة وكمان دعيناهم وحضروا وقتها قدمنا دراسة بنقابة المهندسين وبوقتها كانوا بمرحلة إقناع أو يجربوا إقناع البنك الأوروبي للاستثمار بأنه يعطي تمويل لهالمشروع وفعلا تم تأمين مليون يورو للقيام بدراسة تفصيلية هذه هبة بس هو مشروع بالقرض رح أقول شو رح يعملوا هيدي هبة للقيام بدراسة تفصيلية من ضمنها حتى دراسة التعرفة وكيف السيستم التيكت وتنظيم القطاع العام وبيطلع بنتيجتها كمان دفتر شروط للتلزيم لتلزيم التنفيذ وقالوا انه هني حتى مستعدين انه يعطوا جزء هبة صغيرة لجزء من تمويل التنفيذ ومستعدين يساعدوا بأنه يأمنوا هبات خارجية للتنفيذ بيبقى أنه جزء لازم الدولة اللبنانية هي اللي تأمنه وهون بنتمنى أو القطاع الخاص أستاذ فادي القطاع الخاص للتشغيل يعني البنك الأوروبي حيقدموا قرض ولكن حيسعوا يعملوا هالقرض يكون عنصر الهبة فيه كتير كبير يعني يجيبوا من الإيو يعني هبة استثمارية هني بانك إجمالا ما بيعطوا هبات فحيعطوا قرض ولكن هالقرض حيكون بشروط
ميسرة جدا، لأنه هن بيقدروا يجيبوا هبات من الاتحاد الأوروبي ومن جهات أخرى تحت بند النازحين وحاجة لبنان لهالمشاريع، بصير قرض عنصر الهبة فيه كتير كبير، يعني 40 أو 50%. مش بس الفوائد، أكتر من الفوائد، أكتر من الفوائد. يعني هون بتقدر بتلاقي أستاذ إبراهيم إنه هالهبة والقرض اللي بدهم الهبة للتنفيذ الجزء اللي قلته والقرض اللي عم تتفضل فيه، هل هو كافي لأنه يكمل هالمشروع كله بعد ما اطلعت عليه حضرتك؟ أو طبعًا. إنه بضل نحن بحاجة لدور للدولة أو للقطاع الخاص؟ لا، هو بيغطي المشروع بمرحلة الإنشاء والتشغيل لكم سنة، بس هن بينسحبوا بعدين، بيبقى إنه الجهة اللبنانية هون بيجي دور القطاع الخاص. مش بس تبي، مش بس القطاع الخاص، لا تترك هيك أمور بس للقطاع الخاص. القطاع الخاص يبغي الربحية، يعني يمكن ينقي الخطوط يلي فيها مصاري ويهم الخطوط يلي خسيرة. هذا الموضوع ما يترك كليا للقطاع الخاص، له دور أساسي، ولكن في إشراف من جهة يا أما بلدية يا أما حكومية لحتى تدعمه إذا كان بده يؤثر بالخطوط، تكون مستدام للفقير وللمتوسط. نعم، في مصلحة سكر سمي بريجوليتري بدي، هيئة ناظمة للقطاع النقل بهذا الموضوع بين القطاع العام والقطاع الخاص، يلي هاي الهيئات الناظمة طلبناها من أيمتان بكافة القطاعات مش بس بقطاع النقل والاتصالات وغيرها. هون بانتظار وجود الهيئات الناظمة. قبل ما أرجع معك لقانون الشراكة ونختم، أستاذ بسام، كمهندسين فعاليات مجتمع مدني، وفينا نعتبركم قطاع خاص كمان، في مهندسين متمولين مش بطلين، قدي بتلاقي هالمشروع مشروع جاذب للاستثمار، أو ممكن نحن نعتمده كنعمل مثل مؤسسة يلي نحن هلأ عنا منصة التداول الإلكترونية رح تطرح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الإبداع والابتكار، وعنا بورصة بيروت كمان، أسواق بيروت رح تتنظم. فقدي ممكن نحن نعمل كفعاليات مجتمع مدني من مهندسين بيعرفوا كيف يرجعوا يديروا وينظموا مع قطاع الأساتذة مع غيرهم، نقدر نعمل مؤسسة مساهمة لمنطقة طرابلس والشمال هي تتولى الشراكة في إدارة هذا المشروع؟ لا شك فيها انه هذا الخط اللي نحن عم نحكي فيه او قصه النقل اللي موجوده بطرابلس في على ديماند بشكل كتير كبير، والقطاع الخاص وين في عنا اليوم حاجه حيحمل حاله ويروح. انا شايف انه مجال النجاح تبعه كبير، بس بدك تشوف في حسب التطبيق قد ايه مجال الدوله حترجع تفوت، لانه تفضل استاذ ابراهيم دغري عم يقول انه بالنهايه بدهم يروحوا يكونوا معك شريك لحتى ينظموا لك الامور. لا شك فيها أنه اليوم المستثمر بده يروح يشوف وين هو بده يستفيد وهو بده يطلع مصاري. هلأ بده يقدم سيرفيس، لا شك فيها أنه بده يقدم سيرفيس، بس بالنهاية كمان بدك تشوف التعاون اللي هو بده يصير مع الدولة. نحن عم نقول ينعمل كمؤسسة مساهمة حتى تكون إحدى الأدوات المستثمرية التي تطرح وتجزئ وتطور هالمشروع. يمكن هذا الكلام اللي هو كان قديم، أنه إيجاد كمية من الناس وتحطي نوع من المساهمة، ما بعرف قدام إدارة وقدام مدى إقبال الناس على 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 هالثقة على يقدروا يعملوه، بس أنا مني شايف هذا الشيء. شو قولك أستاذ فادي؟ أكيد في ناس بيحبوا يساهموا بهذا الموضوع، لأنه مثل ما تفضلنا، مثل ما بلشنا الحديث، قطاع الخاص هو قطاع ناجح بلبنان بكل شيء. أكيد لما تحضري له البنية التحتية بكل شيء هلأ يعني بينجح. أنا ما في شك أنه لما تحضري له القرار للبنية والقرار السياسي بينجح القطاع الخاص، بيصيروا هن أهل البلد، هن أصحاب هالمؤسسة وهالمشروع. هيدا أستاذ إبراهيم، قدي في إمكانية بهاي المرحلة بعد تشكيل الحكومة، خلينا نقول لأنه قلنا بلشنا بالإيجابية، تشكلت الحكومة، قانون الشراكة أقر من كم شهر فينا نعتبر بعد ما صار له سنة أقر، أدي في إمكانية نبلش بقانون الشراكة ونوضع له المراسيم التنظيمية والتطبيقية وكل الأمور اللي نحن مجهزينها؟ أدي في إمكانية نبلش نطرح مشاريعنا لقانون الشراكة؟ قانون الشراكة أقر، بس من هون ليبلش ينفذ مشاريع بواسطة شراكة موضوع تاني، القانون أقر على الورق، بس لحد اليوم أنا ماني شايف كثير مشاريع نضجت دراساتها ونضج القرار، لأنه أصعب شيء بموضوع الشراكة إنه من يقرر إنه هذا المشروع
يجب أن ينفذ تحت قانون الشراكة أو الخصخصة أو لا. هذه الخيارات بالعالم في كثير دراسات حولها، ولحد اليوم نحن عملنا مشاريع سادر من دون ما نقول هذا شراكة أو مش شراكة. الأمانة العامة للمجلس الأعلى الخصخصة قريت المشاريع وقالت هذا المطار ممكن، هذا الأوتوروت ممكن، بس بعد لحد اليوم ما في الدراسات الجدوى اللي بتقول أنا إلي مصلحة أعمله بشراكة أو مش بشراكة. يعني مش كل المشروع إذا عملتيه بشراكة مع القطاع الخاص. معنا نحن معولين على الشراكة بالقطاع أنا مش معول، أنت معولة. أنا لا مش أنا لحالي، الكل معول علي الموضوع. بدي أقول لك شغلة، هلا اللي بيقرأ الأدبيات الأخيرة بالعالم كله بالعالم كله في تراجع عن هالاعتبار الشراكي مع القطاع الخاص. يعني بدعي كل المهتمين يقروا تقارير الكور دو كونت بفرنسا وبريطانيا. هلا نحن رايحين على الحج والناس شوي راجعة، ما عم أقول ما نروح على الحج، بس ناخذ خياراتنا بكل عناية. أي هي المشاريع يلي إلنا مصلحة بالشراكة مع القطاع الخاص؟ مرات مشروع مع الشراكة مع القطاع بيطلع مكلف أكثر ما أما تنفذه الدولة، لأن الدولة فيها تجيب لمعمل كهرباء قرض ميسر، بينما القطاع الخاص بده يجيب قرض تجاري وبده ينتج لك كهرباء، لا وبده يبيعك الكهرباء وبده يطلع استثماره. فمين هالعبقر اللي قال أنه دائما مشاريع الشراكة هي أفضل للدولة؟ أنا مع الشراكة المتأنية، ومش اعتبارها أنه يلا أقرينا القانون يلا يا شباب كل شيء شراكة مع القطاع الخاص. هذا أخطر ما يمكن أن يقدم عليه لبنان. يجب اختيار المشاريع بعناية وإثبات الجدوى أنه هاي الشراكة رح تنجح، رح تكون ناجحة. بالعالم مش هذا الوضع، مش هذا الوضع، لا بالعالم حاليا في رجعة. رح بترك الكلمة الأخيرة كلمة أنا لا أكيد مع لأنه كل أنا بس بدي أكد مشاركة بدي أكد أنا مسو شراكة، أكيد مسو شراكة. لهيك شفت إنه مش أنا لحالي معول على الموضوع. أنا أكيد مسو شراكة، أنا بعول على القطاع الخاص، بس في ثلاث مشاريع أساسية بلشت وتم توقيع وطلع قرار مجلس وزراء فيها، وتوكل أستاذ زياد حايك أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة توقيع العقود فيها. لموضوع الشراكة، أول واحد مع الآي إف سي لإيجاد الفيزيبيليتي ستدي، الجدوى الاقتصادية لتوسعة مطار رفيع الحريري. نعم. باثنين تيرمينال، واحد على اليمين والطريق المطار واحد على الشمال، بكلف كل تيرمينال حوالي 450 مليون دولار، والآي إف سي بلشت الشغل. واليوم عرفت انه في 35 شركة عالمية بري كواليفاي لهالمشروع، وفي 27 مكتب محاماة انترناشنال بري كواليفاي لهالمشروع. هيدي بفاجيكي انه في رغبة من الشركات الخاصة. هيدا للمطار. مشروع التاني كمان طلع قرار مجلس وزراء كمان لدراسته، هو الطريق السريع بين بيع وهيدا الموضوع اللي عم بندرس، عدة alternative لأنه يلي هو جزء من المشروع. مظبوط. عم بندرس الاستملكات لأنه في كمان لا ما إلا دخلي، وهيدا كمان توكل جهة هندسية وجهة استشارية يندرس فيه، وتوكل استشاري. واليوم الصبح كنا بجلسة لأنه عم بيعارض الشراكة. لا خليني كفي لك. واليوم الصبح كنا بجلسة ساعتين عم بندرس اثنين alternative. الالترناتيف الأولينية اللي هلأ حاليا توسيعتها الأدوة، والالترناتيف الثانية بالتونيل. نعم نعمول عم ندرس، يعني بعدنا بمرحلة ندرس. هي التونيل يلي منخفف الطريق، يعني منخفف الاستملاكات من 500 مليون دولار ل 100 مليون دولار. ثالث دراسة هي داتابيس سنتر. انت بتعرف بلبنان ما في كلاود داتابيس سنتر، وهيدا كمان عم بندرس. هول الثلاثة مضوا، يعني هول الثلاثة توقعوا للدراسات مع الشراكة مع أمين عام، لأنه الشراكة المجلس الأعلى للخصخصة. معالي الوزير، فينا ناخد رأيك بهالنقاش اللي صار وشو تعقيبك على الموضوع؟ شكرا. أول شيء الحقيقة أنا بدي بلش بتوجيه الشكر للجامعة اللبنانية وللفريق البحثي على العمل الجدي اللي انعمل. الشغلة يعني أهم شيء بالعمل اللي انعمل هو أنه انطلق من كل شيء في دراسات قديمة، وهذه شغلة مهمة. أنا بكل أسف نحن في لبنان معودين نترك كل شيء مدروس ونبلش من جديد. هذه أول شغلة كتير مهمة. الشغلة الثانية
انه عملوا ابديتنج للي موجود، لانه هو اهم وحده بالدراسات الموجوده هي تبعيه الجايكا، لكن الجايكا بين وقت اللي انعملت وبين اليوم فرق كبير كتير. اول شيء جايكا وقت اللي انعملت ما كان مدروس الخطين للشرقي لل شو بسموه الحزام الشرقي ولا للحزام الغربي، اثنين ما كانوا مدروسين، ولذلك هني بالاول لاحظوا طيونان يفوت من بي 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 تحت بولفار فؤاد شهر. كمان كان واقف العمار بكل، كانوا مجمدين العمار بكل منطقه الضم والفرز. نعم. بقرار بلديه، بينما هلا اليوم الامور تغيرت كثير، فبعتقد انطلقوا منه مهم جدا. بس بدي اعقب على شغله، قصه الوصله على ابو سمره بعتقد اذا كان بدهم بس الانحناء 6% فمش مش حتتم. عم بلفت الانتباه لانه هي حتما يعني على 11 تقريبا، فبتقدروا تجيبوها من على كل من ال في محلات اكيد على ال 11 من المفروض من الهندسه بالبلديه. اللي بدي اقوله انه صار في الحقيقه مزج بين شغلتين، بين مشروع مخصص لطرابلس وبين عمليه قصه النقل بكل لبنان. الفكره حلوه ما في مشكله انه ننتقل، لكن كمان صار في خلط بين شغلتين. الشغلتين اللي خلطوا بيناتها هي انه اولا حكينا بخطه للنقل العام، بينما الحقيقه ما في خطه للنقل العام، هو الحقيقه في خطه لشبكه نقل العام، يعني الشيء اللي موجود بسادر ولا موجود هذا هي شبكه الطرق، وفرق كبير بين انك تنفذي شبكه الطرق وبين انك تنفذي عمليه النقل العام. لانه النقل العام اللي بلشت بوسائل النقل والانتقال والمحطات اللي يلا هن الحقيقه درسوه، هذه خطه نقل، هذيك الباقي كلياته هو شبكه للنقل العام، وفرق كبير بيناتهم. الشغلة الثالثة عملية انه في مين بيقبل القطاع الخاص وما بيقبل القطاع الخاص، مرتبط بعملية الربحية، انه اليوم في جدوى اقتصادية بيربح بيركض القطاع الخاص، ما في جدوى اقتصادية بيربح اكيد القطاع الخاص مش حيقرب. هلا الحل نعم القطاع الخاص، وحقول لك شغلة بالذات النقل، لانه النقل مش بس بقلب المدن، النقل حتى بين هذا بالعالم كله توجه نحو، يعني اليوم بتاخذي انجلترا اللي هي كانت مشهوره اكثر شيء بكل شيء عام، واللي يمكن اقدم ترينيد بالعالم طلعت من هوني، شو عملوا بايام مارغريت تاتشر؟ نقلوا يعني خصخصوها. لا، اولا زادوا ساعات بالخصخصه وادت الى زياده ساعات العمل من 20 ساعه ل 22، عملوا او من 18 ل 20. الشغلات الثانية صفت الخدمات أحسن وصفت الكلفة أقل، والدولة كانت تدفع خسارة مليارين استرليني بالسنة، صفت الدولة تستفيد مليارين من أول سنة، أخذت مليارين دخل، يعني الفرق 4 مليار. نعطيك مثل بيروت ليش لمبعي، بلشوا بعملية مشروع النقل اللي هو بكل أسف بفترة معينة اشتغل، وبعدين كانت حفلة فاشلة كبيرة كتير. وإذا بدك هلأ تيونيز على بيروت برمي على محل ساعة العبد مدري شكلوه، بتشوفي البساط المشقعة واللي متروكة ومهملة واللي أكلتها التراب. بنفس الوقت بتشوفي انطلقت الخطوط العامة وكانت الحقيقة فيها إشكالية بقلب بيروت. النقل العام فتحوا مجال لنقل خاص بفترة من الفترات كان ناجح أنجح بكتير من النقل العام، مع أنه بوسطات كانت النقل العام أهم بكتير. ففإذا الحقيقة في شيء عملية قصة الإدارة، والمؤسف أفشل رب عمله الدولة بكل أسف، فما فيك تفوتي بكل شيء في مجالات وفي زويريب وفي زرزوب بصريح العبارة. نحن طبعا ما فينا نحكي قانون شراكي وخصخصة في ظل فساد. نعم. وعدم شفافية وعدم انضباط. نعم. أكيد هي حقلك على قانون الشراكي، لأنه اللي أنه نعم. يعني يمكن أنه يطعمنا حجة والناس راجعة، بس المهم أنا اللي بدي أقوله لا، قانون الشراكة بيضل مفيد. وبنفس الوقت حالك شغلة، ما ألغينا وقت عملنا القانون كان في توجه ليلغوا المجلس الأعلى للخصخصة، فأبقي على المجلس الأعلى للخصخصة، لأنه كمان في مجال ما بيمشي إلا الخصخصة وفي مجال ما بيمشي إلا الشراكة. يعني أنا اليوم ما بقدر أعمل طريق خاص طريق عام، لكن ممكن استثمروا بين قطاع عام وقطاع خاص، إذا استثمروا. نعم. انت فهذا انا معك معاليك ستبقى الملكية. بس معالي الوزير، انا ما قلت اني مطلقا ضد الشراكة مع القطاع الخاص، انا قلت عم بسمع كثير من السياسيين انه اجى الحل السحري، اقرينا قانون
هذا الكلام اللي أنا شوي بتحفظ عليه. هذا الحل منه حل سحري، يجب التأني باختيار المشاريع، وأنا نعتبر أنه أقرينا القانون كل مشاكلنا حتنحل. هذا قصدي، أنا مش ضده، بس أنا مع اختيار المشاريع، أنه إذا متفلت كل شيء للشراكة مع القطاع الخاص نوقع بمشكلة كبيرة. نعم، لألك شغلي اللي عم تحكيه مظبوط، بس بدي ألفت الانتباه، بظرف مثل لبنان، الوضع المالي مثل الموجود بلبنان، الحل الأمثل أنه يدخل القطاع الخاص بدل ما تتدين الدولة، قطاع خاص اللي عنده فائض نقدي هائل ما نعرف وحجم الاقتصاد ما بيقدر يستوعبه، انه يوظف بهالشغلات اذا لها مردود، بس اذا ما لها مردود مش حيوظف. اكيد اكيد. سؤالي الكبير، من هو القطاع الخاص بلبنان؟ يعني هذا اللي مخوفني، يعني من هو القطاع الخاص بلبنان؟ دكتورة نيفين، كلمة أخيرة لحضرتك، هل تستبشري خيرا بأنه المشروع رح يتنفذ؟ أنا أول شيء بستبشر خير أنه عم بيصير في تنسيق منظم ومتواصل بين الناس يلي هن اختصاصيين مثل كلية الهندسة، بين الإدارة المحلية اللي هي البلدية، بين الناس المختصين إن كان على صعيد وزارات ولا مصلحة سكك حديد ولا مجلس إنماء وأعمار ولا نقابة المهندسين. هالتشابك هالتواصل المستمر بعتقد هو أقوى دفع لأنجاح أي مشروع، وهيدا يمكن أول مشروع بيكون هالقد عم بيكون في تشابك، ولهيك بستبشر كتير خير انه مش بس يتنفس بطريقة كمان مضبوطة. استاذ ابراهيم، كلمة اخيرة لإلك، كنت وعدت انه راح تبلش حضرتك كرئيس بلدية بانك تاخد سكشن من هالمشروع، فهل فينا نخدها وعد هلأ بنهاية هالندوة؟ ان شاء الله اكيد قريبا، ان شاء الله اكيد، وان شاء الله هل شامر بتكون معنا كمان ان شاء الله. دكتورة روبا، الكلمة لإلك كباحثة وناشطة ونضلت بهالمشروع أيضا. يعني نحن بنتمنى أنه معظم الأبحاث، إذا بدي أحكي بصفتي أستاذة بالجامعة، بنتمنى أنه معظم الأبحاث ما تقتصر على البحث النظري، إنما تنتقل أيضا إلى البحث التطبيقي ما له علاقة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وغيرها. فنحن كانت هذه مبادرة بأنه هاي الموضوع بيتناول شأن الناس وهمومة، فنتمنى من الكل كمان ما يقتصر يعني بس على النظرية. يعني طلع من وجع الناس هالمشروع 100%، لأنه إذا كان في غياب للدولة بمكان ما، لابد أنه الناس من المتخصصين والقادرين على إجراء الأبحاث والتطوير أنه يشاركوا 100%، يشاركوا بهالمشروع. أستاذ بسام، صاحب الدار ومهندس، كلمة رح أتركها لحضرتك قبل ما نعقب مع القطاع الرسمي، نشوف شو ممكن يكون معنا بالنهاية. أنا بدي أقول بآخر الحديث أنه عطول نقابات المهندسين هي بتكون الوجه الحضاري للبلدين اللي بتمي إليها، وهي عطول بتاخد الدور الريادي عطول لحتى تساهم بإنماء المجتمع، ونحن هيك موجودين بطرابلس. نحن جزء أساسي من المجتمع المدني، نحن بنفتح بوابنا على مصراعيه لجميع الباحثين والخبراء لحتى يقدروا يطرحوا الحلول لإنماء هالبلد. كلياتنا سوا مع بعض، نحن حاضنين، أهلا وسهلا بالجميع، وراح تواكبوا هالمشروع تيتطور ويسوق ويشهد النور على أرض الواقع. مش بس هالمشروع، حنواكب أي شيء لمصلحة البلد. نعم. مجلس الإنماء والإعمار، التنفيذ، وأستاذ إبراهيم، كلمة أخيرة بدي أشكرك، لأنه هذا حوار مثالي. إذا بتلاحظي على الطاولة في جسم مهني وفي جسم أكاديمي وفي السلطة المحلية وفي السلطة المركزية، يعني تقريبا كل فعاليات المجتمع مشاركة فيه، وبالنهاية ما حدا بيخاف من الحوار إلا اللي عم يعمل شيء غلط. صح. فبتمنى هالحوارات تستمر لمصلحة طرابلس ومصلحة لبنان. أستاذ فادي، كمستشار في الشؤون التنموية، شو بتعدنا مش عم نحكي بس كنقل عام مشترك، كرؤية اقتصادية تنموية، شو بتعدنا؟ أولا بدي أشكركم لهالحوار، وبدي أشكر أستاذ بسام والجميع، بس حابب أقول سهلا. خلينا نكون إيجابيين بكل شيء عم نعمله. البلد ما عنده يعني منه في عنا مشكلة اقتصادية، إيه، بس من ناحية تانية عنا من عدة نواحي عدة أمور كتير إيجابية بالبلد تسمح لنا نكفي. نحن منا بلد الوحيد اللي عنده مشكلة اقتصادية، بس الإيجابيات أكثر من السلبيات.
يمكن بلد هالشعب هي أكبر إشي. نحن بلد عانينا كتير، عنا نزوح سوري، عنا مشاكل بنيوية، عنا مشاكل بنية تحتية، بس كمان نحن بلد الوحيد يلي عمل انتخابات بكل البلاد العربية، هيدي إيجابية كتير عنا إياها، تغير النطاق السياسي بكل هالمواضيع. نحن بلد يعني بتروحي فيه من المطار لأي منطقة بلبنان عندك أمنيات، ما في حاجز بوقفك، هيدي إيجابية. السواح عم تجي في إيجابية بكل شيء بيطلع فيه العالم لقلنا. والثالث موضوع عنا كمان إيجابية مالية لبنوكي ومصرف لبنان. عنا مشكلة اقتصادية، أنا معك عنا مشكلة اقتصادية، بس ما نتطلع على كل البلد بسلبياته، نتطلع بلد بإيجابياته بكل شيء عم نتطلع عليه، وفي إيجابيات كتير لهالبلد. وعنا أهم إيجابية يمكن بشعب هالبلد من الوجع ابتكروا مشروع لحل الأزمة، مش قعدنا تكينا إيدنا عخدنا وبكينا. هيدا أهم إيجابيات بالبلد. نعم أستاذ فادي فواز، يسعد مساك، نشكر حضورك معنا. كنا منتمنى ناخد حلقة يمكن شوي أوسع تكون نطاق النقاش والحوار معك ومع أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يسعد هالمساء وأهلا وسهلا فيك، من زمان ما شرفتنا بحوارنا. أستاذ بسام ما رح نرحب فيك بدارك، رح نشكرك على الاستضافة. دكتورة روبا تحية لستاتنا وصبايانا ولكلية الهندسة، ومن كمان هون بحب عن جد حي عميد، ما فينا ما نقول له شابوبا على اللي عم يعملوه، عميد كلية الهندسة اللي كنا بنتمنى يكون معنا، الدكتور رفيق يونس وهالكادر اللي معه من هالصبايا والأساتذة الجامعيين والطلاب اللي شاركوا معكم، يعطيكم ألف عافية. أستاذ أحمد يسعد مساك ويعطيك ألف عافية على المبادرة، كمان رح نواكب هاي المبادرة لنفرجي أنه نحن قد الكلام. دكتورة نيفين يعطيك ألف عافية ويسعد مساكي، شكرا لحضوركم، شكرا لمدخلتك معالي الوزير. على أمل لقاءكم مشاهدينا بندوات تاني ضمن ندوات الحوار الاقتصادي تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة في لبنان أجندة 2030، رح ننقل فيها أستاذ فادي كل وجه إيجابي ونموذج إيجابي عن لبنان. شكرا.